الاسطول الحالي هو 250 سياره في الشارع. طبعا احنا راح نزيد حدود 50 سياره في هذه السنه والسنه الجايه بعد، وراح نزيد وراح يكون في تغيير دوري للسيارات. دائما يكون في اوفر هولينج مثل ما يقولون. والله خطتنا احنا طبعا حاليا احنا التوسع، احنا طالعين الى طمعانين في الشركه، في ملاك الشركه من الارامل واليتامى. طبعا الهدف ان هم نزيد دخلهم شهري ونكبر الشركه لي خلينا نقول اكبر مما تستطيع، علشان نوفر كل الاشياء المطلوبه اللي هم يحتاجونها واللي الشركه تحتاجها. طبعا في خطه استراتيجيه موجوده لخمس سنوات، وان شاء الله نقدر نسويها قبل خمس سنوات هذه. طبعا الحكومه الصراحه ما قصرت في دعم لهذه الشركه والشركات الاخرى طبعا بلا حدود، خصوصا على فتره الجائحه وما بعدها وما قبل. حصلنا دعم من وزاره المواصلات، حصلنا دعم من اداره المرور، حصلنا دعم من كل من بنك البحرين التنميه طبعا بلا استثناء. دائما بنك البحرين التنميه كان الاول في الدعم معنا مع هذه الشركه. طبعا عندنا طبعا الشركات الوكالات السيارات دعموا الشركه، فاحنا مشكورين لكل هذه الدوائر هذه. كل جهه لها دور مميز في خدمه هذه الشركه، كل جهه صراحه. اي احنا مخصصين 30 سياره دوريه دائما موجودين في مطار البحرين. طبعا مطار البحرين دائما يكون موجود في مثل ما اقول لك ساعات عمل اضافيه، فاحنا دائما ننتظر من اي مكالمات اي توجيهات من مطار البحرين. اذا يحتاجون زياره احنا نروح نوفر سيارات زياره، فدائما موجودين 30 سياره على 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 شكل دوري في اليوم. طبعا في خطه عمل، واحنا ان شاء الله في كل شيء له وقته، واحنا بنشوف بندرس ندرس مواضيع، قاعد ندرس توسعة شلون قاعد يصير. طبعا الخطة موجودة بس التنفيذ حاليا احنا نشتغل، ما نبي نسبق شيء قبل الآخر. والحمد لله توجهنا صار بصورة منظمة، مثل ما تشوفون السيارات في كل مكان موجودة، وانا حاليا في توسع والخطة ماشية مثل ما أرسلت يعني.